بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في حلقة سابقة تحدثنا عن الجبال في القرآن الكريم، وقلت أن القرآن الكريم ذكر الجبال في كثير من آياته، تبلغ هذه الآيات التي جاء فيها ذكر الجبال قرابة 50 آية، منها حوالي 40 آية صريحة تتحدث عن الجبال بالمفرد وبالجمع، وهناك حوالي 10 آيات تصف الجبال بأنها رواسي. ويمن علينا ربنا تبارك وتعالى بإرساء الأرض بالجبال، ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: عندما خلق الله الأرض جعل التميد فأرساها بالجبال. ويعجب الإنسان كيف يمكن للجبال أن ترسي الأرض. الأرض كتلتها هائلة للغاية، تقدر كتلة الأرض بحوالي 6000 مليون طنا. مهما كانت السلسلة الجبلية طويلة الامتداد وشاهقة الارتفاع، ماذا يمكن أن تمثل بالنسبة لهذه الكتلة الهائلة للأرض فترسيها؟ 6000 مليون طنا. ولكن العلم الحديث أكد لنا على أن لفظة الأرض ترد في القرآن الكريم بثلاث معاني واضحة. إذا جاءت الأرض في مقابلة السماء فتعني كوكب الأرض ككل، وإذا جاءت بغير مقابلة إما أن تعني كتل القارات التي نحيا عليها أو سمك التربة الذي يغطي صخور تلك القارات. وعلى ذلك تفهم دلالة الآية القرآنية من سياق الآية، هل المقصود الكوكب ككل أم المقصود كتلة القارات التي نحيا عليها أو قطاع التربة الذي يغطي صخور تلك القارات. والقرآن الكريم يقول لنا في إحدى آياته الكريمة: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وواضح أن الذي يهتز ويربو ليس الكوكب ككل وليست كتل القارات، ولكنها التربة التي تغطي تلك الكتل. وحينما يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة النازعات: والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، والضمير هنا يعود على الأرض، لأن الآيات تقول: أن المعنى المقصود هنا هو بالجبال أرسى ربنا تبارك وتعالى الأرض. والمقصود بالأرض هنا كل من كتل القارات التي نحيا عليها والكوكب ككل. والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمكن للجبال أن ترسي كتل القارات، وكيف يمكن للجبال أن ترسي الكوكب ككل، على الرغم من ضخامة كتلة الجبال وضآلة كتلة السلاسل الجبلية مهما تعظمت. وهنا أعود إلى لقاء سابق أشرنا فيه إلى أن ربنا تبارك وتعالى بعد أن كون الغلاف الصخري للأرض شق هذا الغلاف بشبكة من الصدور، وأن هذه الشبكة من الصدور
تحيط بالأرض إحاطة كاملة لعشرات الآلاف من الكيلومترات، ويشبهها العلماء باللحام على كرة التنس في إحاطة هذا اللحام بالكرة، وأن هذه الصدوع عميقة جدا تتراوح أعماقها على اليابسة في حدود 150 كيلومتر، وفي أعماق البحار والمحيطات في حدود 65 كيلومتر أو أكثر من ذلك قليلا. ولذلك هذه الصدوع تجعل الغلاف الصخري للأرض ممزقا على هيئة من الألواح المنفصلة عن بعضها بعض. هذه الألواح تتحرك على نطاق الضعف الأرضي بدوران الأرض حول محورها أمام الشمس، فتنزلق كما يتزلق الإنسان على الجليد تماما بسرعة فائقة، وقلنا أن هذه السرعة ما كان ممكنا أن تسمح للحياة أن تقوم على سطح الأرض، لا تسمح لتربة أن تتجمع، ولا لماء أن يخزن، ولا لنبتة أن تنبت، ولا لكائن حي أن يعيش أيا كانت حجم هذا الكائن أو طبيعته. ولذلك نقول أن إرساء الأرض بالجبال آية من آيات الله سبحانه وتعالى تشهد لله بطلاقة القدرة وبعذرية الصنعة وبإحكام الخلق. كيف تثبت الجبال الكتل القارات؟ طبعا هذه الكتل من غلاف صخري الأرض سواء هي القارات أو قيعان البحار والمحيطات مفصولة بشبكة الصدوع، وأن هذه الشبكة يندفع من خلالها ملايين الأطنان من الصهارة الصخرية، فتحرك هذه الألواح، تحركها كما يتحرك أحزمة النقل المعروفة بالكونفير بيلت، تتحرك تماما حركة سريعة للغاية، دوامات من تيارات النقل تتحرك تحت هذه الألواح، ترتفع من داخل الأرض، تبرد، تنزل إلى أسفل، فتعمل كالدوامات التي تدفع وتحرك هذه الألواح بسرعات فائقة. هذا بالإضافة إلى كم الصهارة الذي يندفع عبر الخسوف الأرضية، الصدوع الأرضية، فيؤدي إلى اتساع قيعان البحار والمحيطات. فحينما يهبط قاع المحيط تحت القارة، عملية الاحتكاك باللوح الهابط تؤدي إلى هزات أرضية عنيفة. اللوح الهابط نفسه ينزل إلى مستويات عالية في الحرارة، فيبدأ في الانصهار الجزئي، فيساعد على النشاط البركاني. اللوح الهابط نفسه ينزل في نطاق الضعف الأرضي، فيزيح كميات من هذه الصهارة تساعد على تكوين المتداخلات النارية. في نفس الوقت اللوح الهابط يحمل فوق سطحه كما هائلا من الصخور الرسوبية، تكشط هذه الصخور الرسوبية من على سطح اللوح الهابط نتيجة لاحتكاكه بالقارة، وترمى هذه الصخور على القارة، وهذا الخليط من الصخور الرسوبية المتجمعة والصخور البركانية المندفعة والمتداخلات النارية المندفعة من داخل الأرض هو الذي يكون السلسلة الجبلية. وكما أشرنا في حديث سابق أن القرآن الكريم يصف الجبال بأنها أوتاد، وكما أن الوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح ووظيفته التثبيت، جاءت العلوم المكتسبة في قمة من قمم العطاء العلمي الآن لتؤكد لنا على أن هكذا الجبال. فحينما تتكون أوتاد الجبال وتخترق الغلاف الصخري للأرض لتصل إلى نطاق الضعف الأرضي وتطفو فيه، ويبرز جزء صغير منها فوق سطح الأرض، تعمل تماما عمل الوتد الذي يمسك بأطراف الخيمة ويثبتها في تربة الأرض أو في صخور الأرض. ولذلك يقول العلماء أن حركة تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض تبدأ في الاستمرار بعنف شديد حتى تبدأ السلاسل الجبلية في التكون. فإذا تكونت السلسلة الجبلية تبطئ من هذه الحركة وتتسبب في وقفة كبيرة لها، يعني حتى بالتعبير الغربي يقولون it comes to a big hold، تأتي إلى وقفة كبيرة. هذه الوقفة الكبيرة هي التي تعطي لكتل القارات حالة من حالات الاستقرار التي تسمح للحياة أن تقوم على سطحها. حركة توسع قيعان البحار والمحيطات تبدأ من وسط المحيط وتنتهي إلى ما هو تحت الكتل القارية، ثم تتوقف هذه الحركة بتكون السلاسل الجبلية. وفي بعض الحالات تشاء القدرة الإلهية المبدعة أن ينغلق المحيط بالكامل، بدل أن ينفتح ينغلق المحيط،
وتتحرك قارة في اتجاه قارة أخرى دافعة قاع المحيط بالكامل تحت القارة الراكبة، وحينئذ تصطدم قارة بقارة بعد أن يستهلك قاع المحيط الفاصل بينهما بالكامل، وتعتبر هذه نهاية تكون السلاسل الجبلية. أعلى القمم الجبلية على سطح الأرض تكونت في هذه الحقيقة، أن كتلة قارية كاملة تندفع في اتجاه كتلة قارية أخرى فيستهلك ما بينهما من قاع المحيط، ويؤدي هذا الاستهلاك إلى اصطدام قارة بقارة تماما كما حدث في حركة شبه القارة الهندية، وكانت مفصولة عن القارة الآسيوية بمحيط هائل، استهلك قاع هذا المحيط فارتطم شبه الجزيرة الهندية بالقارة الآسيوية أما يعرف بالقارة الأوروبية الآسيوية، وأدى ذلك إلى تكون أعلى السلاسل الجبلية على سطح اليابسة الآن، وهي سلسلة جبال الهيمالايا. وحينما تكونت هذه السلسلة ربطت القارتين ببعضهما البعض، القارة الآسيوية أصبحت راكبة فوق القارة الهندية، والقارة الهندية هابطة تحت القارة الآسيوية، وكلاهما ارتبط ببعضه البعض بواسطة أوتاد سلسلة جبال الهيمالايا. ولولا هذه الحقيقة ما أمكن أبدا يعني أن تستقر هذه القارات أو أن تكون صالحة للعمرة. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في 9 آيات أو في 10 آيات تقريبا بأنه جعل الجبال رواسية، وأنه أرسى الأرض بهذه الجبال. وكما أن المراكب العملاقة ترسو في ماء البحار والمحيطات بربطها بكتلة صخرية كبيرة أو كتلة معدنية كبيرة، هكذا تماما ترسو الجبال حينما تطفو في نطاق الضعف الأرضي فتصبح محكومة بقوانين الطفو تماما كما ترسو الباخرة في مياه البحار والمحيطات. هذا بالنسبة لإرساء القارات بواسطة الجبال. طيب ماذا عن إرساء الأرض ككل؟ يقول العلماء أن دوران الأرض حول محورها أدى إلى انبعاجها قليلا عند خط الاستواء، وتفلطحها قليلا عند القطبين، وأدت هذه الظاهرة إلى شيء من الاضطراب في دوران الأرض حول محورها. لابد أن يوزن هذا الاضطراب، فجعل ربنا تبارك وتعالى الجبال نتوءات على سطح الأرض كما يسميها العلماء ويعرفها بامتداداتها الداخلية حتى تكون كالأوتاد، وجعل هذه الجبال تماما كقطع الرصاص التي توضع في إطار السيارة حتى تمنع هذا الإطار من الحركة الجانبية في أثناء سير السيارة. هذه الكتل الصخرية الهائلة المتناثرة على سطح الكرة الأرضية تلعب دورا مهما في اتزان دوران الأرض حول محورها، لأن الأرض حينما تدور ترتجف لها حركة ارتجافية غير حركة الدوران العادية، تسمى بالحركة المغزلية، لا يقلل من عنفها إلا وجود الكتل الجبلية على سطح الكرة الأرضية. هذه الحقيقة لم تكتشف للإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، أن الجبال لها دور أساسي وهام في إرساء كتل القارات وجعلها صالحة للعمران، كما أن لها دور هام للغاية في تقليل حركة الحركة المغزلية الناتجة عن دوران الأرض حول محورها، وهي حركة اضطرابية اهتزازية قد تجعل الحياة على سطح الأرض غير ممكنة على الإطلاق. ولذلك يروى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله عندما خلق الله الأرض جعل التميد أي تضطرب فأرساها بالجبال. ويعجب الإنسان من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، من كان في زمنه يمكن أن يسأل عن هذه القضية، لماذا أنزل ربنا تبارك وتعالى هذه الآيات عن الجبال في القرآن الكريم، ولماذا ألهم خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم أن ينطق بهذا البيان المعجز، لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة الكونية المبهرة، أنه لولا الجبال ما استقرت كتل القارات ولا صلحت للعمران، ولولا الجبال المنتشرة بنظام دقيق
على سطح الكرة الأرضية، يمتد بعضها من الشرق إلى الغرب وبعضها من الشمال إلى الجنوب، حتى تعطي الكرة الأرضية الاتزان اللازم لجعلها صالحة للعمران وتقلل من حركة الحركة المغزلية الناتجة عن دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. ولذلك نقول أيها الأحباب أن النظر في هذه الإشارات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم الشهادات على أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، ومن أعظم وأوضح الشهادات على نبوة ورسالة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه تبارك وتعالى، والذي كان دائما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، والذي وصفه القرآن الكريم بأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. شرح هذه الآيات الكونية في إطار المعارف العلمية الحديثة مما يؤكد لنا على حقيقة أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، وحقيقة نبوة ورسالة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لأن اللغة وحدها لا تكفي لفهم هذه الدلائل، علما بأننا نؤمن ونؤكد على حتمية فهم دلالة اللغة العربية، دلالة ألفاظها وأساليب التعبير فيها وقواعدها، فهم أسباب النزول للآية القرآنية الكريمة أو مناسبة الحديث النبوي الشريف، وفهم المأثور من تفسير المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهم جهود السابقين في شرح دلالة هذه الآيات، ثم نضيف إليها البعد العلمي الصحيح الذي يرينا عمقا في دلالة الآية لم يكن ممكنا أن نراه في إطار اللغة وحدها، ويرينا أيضا حقيقة سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى عدد من حقائق الكون، هذا السبق الذي نعبر عنه بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم، والذي يؤكد على حقيقة أن هذا القرآن هو وحي السماء وكلام الخالق سبحانه وتعالى، كما يؤكد نبوة هذا النبي الخاتم وصدق رسالته صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن الاهتمام بهذه الإشارات الكونية وشرحها في ضوء المعارف العلمية مما يؤكد وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم بأنه لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الأرض، على كثرة العرض، لأن هذا القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة العرض، بمعنى أننا كلما نظرنا فيه وجدنا فيه جديدا، حتى يبقى القرآن الكريم مهيمنا على المعرفة الإنسانية مهما توسعت دوائرها، ويبقى شاهدا وحجة على أهل العلم والتقنية الذين يعايشوننا في هذه الأيام، والذين فتنوا بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة. يبقى القرآن الكريم وتبقى أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم مهيمنة على المعرفة الإنسانية مهما توسعت دوائرها، وتبقى شاهدة على أهل العصر بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وشاهدة على أن النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان دوما موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض، خاصة في زمن التحديات التي نعيشها ونواجهها في هذه الأيام
من كل قوى الكفر والشرك والضلال التي تحاول الهيمنة على العالم الإسلامي وإخراجه عن دينه وعن أصوله الإسلامية وعن أخلاقياته وعقائده وسلوكياته، لا بد لنا لنثبت المؤمنين على إيمانهم وأن ندعو هؤلاء الضالين إلى معرفة حقيقة القرآن الكريم ومعرفة حقيقة هذه الرسالة الخاتمة التي بعث بها النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول أنه في الوقت الذي أسقط من أيدينا كل سلاح نتمكن به من الدفاع عن أنفسنا وعن مقدساتنا وأراضينا ومعتقداتنا وحرماتنا وأعراضنا وأموالنا، بقي في يدنا سلاح من أنظر أسلحة، وهو سلاح الدعوة إلى الله على بصيرة بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، سلاح الدعوة إلى القرآن الكريم وإلى أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمنهج العلمي الذي فتن الناس به فتنة كبيرة في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.